وللمزيد ينضم إلينا الأستاذ محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بداية وبعد التحية، نريد معرفة خطط الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية. مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. انا بس يعني عايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي هو مجموعه من كبرى الجمعيات والمؤسسات الاهليه، حوالي 30 مؤسسه وجمعيه، بيندرج تحت منهم حوالي 25,000 جمعيه ومؤسسه قاعديه منتشره على مستوى الجمهوريه بالكامل. فاحنا بنتكلم تقريبا في 25,000 مؤسسه وجمعيه ويزيد عن ذلك، بيشتغلوا بتنسيق كامل متكامل، سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه الجغرافيه او من ناحيه نوع المساعدات المقدمه للحالات، سواء كانت عن طريق القوافل المجمعه اللي بيعملها اعضاء التحالف الوطني، قوافل ساتر وعافيه اللي بتستهدف اهالينا في كل محافظات الجمهوريه، سواء كانت بمواد غذائيه او لحوم او كشف طبي او توزيع مشروعات تمكين اقتصادي او مساعدات ماديه. الميزه كمان يا فندم ان الجمعيات دي عندها تنوع في الخبرات وتنوع في الانشطه اللي بتقدمها، فدايما بنقول ان احنا لما بنشتغل مع بعض بنكمل بعض. بالتاكيد بنكمل بعض ازاي؟ بنكمل بعض سواء من نواحي الخدمه المقدمه للمواطنين او التوزيع الجغرافي لهذه الخدمه. قبل كده كنا بنروح نشتغل كلنا بنشتغل على الارض وموجودين على الارض من سنين، بس ما كانش في تنسيق بين الجمعيات دي والمؤسسات دي. يقول ان جمعيه الاورمون مثلا هتروح بني سويف وجمعيه مصر الخير هتروح المنيا او في نفس المحافظه، ما كانش في تنسيق. دلوقتي الحمد لله في قاعده بيانات تم انشائها مركزيه على مستوى الجمهوريه، كل جمعيه مؤسسه لها اكسس على هذه القاعده، بتضم قواعد كل ال 25,000 مؤسسه وجمعيه بشرع مستوى الجمهوريه. ما فيش تكرار مقدم لنفس الاشخاص للخدمات اللي بتقدمها الجمعيات دي. التحالف الوطني بيشتغل على المجال الصحي، وبيشتغل على المجال التمكين الاقتصادي، وبيشتغل على المساعدات الموسميه والاغاثيه، وعندنا قطاع القوافل المجمعه، قوافل ساتر وعافيه، اشتغلنا في اكثر من 15 محافظه ومكملين ان شاء الله خلال الفتره الجايه في المحافظات. سواء برضو يعني مش بس مساعدات مقدمه للاشخاص ذوي الهمم، احنا بالعكس احنا بنستهدف كل فئات المجتمع الغير قادر على العمل، سواء والقادر على العمل، سواء كان بمساعدات مقدمه لهؤلاء الافراد او من خلال تقديم مشروعات تمكين اقتصادي او بناء بيوت الفقراء. نعم. أو وبالتالي استاذ محمود نيفة، الوصول الى الاسر الاولى بالرعايه والاكثر استحقاقا في جميع محافظات الجمهوريه. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.